تعال نطق هنا، أدري. تعال نطق. وانت جالس لهنا، لا غدا ولا هم يحزنون. عندنا نتغدى، ترى في غدا عندنا نابد. العصر، انا اقول لك غدا الظهر. تفرق الظهر يعني؟ ها؟ تفرق؟ هي في العصر يفرق والظهر يفرق. وين مازم؟ عصر تاكل حلا وقهوة و... خلاص بكره نروح معك، ما عندك مشكلة. ها؟ يا تعال قعد هنا، ليش قاعد هناك؟ تبين توسط لك يعني تتغدى معي بكره؟ ترى ما عندي مشكلة. احنا ما نتبع بطوننا. ها؟ ما نتبع البطن. لو مو بطنك كان ما اشوفك عايش الحين. بطنك بطنك. هاي. قال ايه. بطنك. كيف النوم بالله هناك؟ بالهنجر. الحين حر. ها؟ حر. صد. ليه طيب؟ اليوم الساعة 8 برد. شايف الشمس برا كيف؟ طيب وش تأخر الشمس؟ حين تتلألأ شمس العاصمة. يعني المكيفات ما هي باردة. ما باردة. ها؟ نفس هذه. نفس هذا؟ هذا بارد. طيب هناك باردة. صالتك الحين باردة ولا محترم؟ والله تغلي. هو على حسب، إذا أجل تغلي. أجل صالتك فيها جاذبية للحرارة. عرفت؟ جاذبة الحرارة. تعرف إن وجهك حار؟ أنا؟ وش قصدك؟ حتى بالصيف وجهك حار، بالصيف وش حتى قصدك؟ وجهك حار. طيب وش قصدك؟ درجة الحرارة 37 عندك. كم؟ 37. وين هذا؟ بصلعتك الجسم، الجسم الطبيعي. جسم الإنسان 37؟ يعني جايب شيء جديد أكيد، طبيعية 37. طيب من بالك لو برا درجة حرارة أكثر؟ برا؟ تتوقع إنه درجة حرارة برا أكثر بيكون درجة حرارة. طيب كم تتوقع؟ لا لا لا، لو احنا درجة حرارة برا 50. طيب ايش سر دمك؟ تقدر تعيش انت؟ ايش سر دمك؟ 37 برا 50 ما يتغير. طيب انا كذا انت مخف اهبل غبي انت. اذا تعديت حراره، اذا تعال تعال حس، تعال حس، اذا تعدت 40 اموت والله. طلعت فاهم يا ولد. اي شلون توصل 50؟ على بعد ها 37. فانت لك مقياس الحاله الظاهر. عشان هيك فواز يقول ولاد مجيد كويس وحضر معي امبارح واشكره. منو فواز؟ فواز الحارثي. ايه انا ذا انا فزق. انا اجلس عندك. انا استغربت اقول عبد المجيد. وتعلم منه عبد المجيد ما يعرف. عنده سالفه تطورات يا ابو من؟ ابو حريميس. ها؟ ابو حريميس. عيب عيب. ابوك وش اسمه بسرعه؟ ترى انا ما اعطي وجه. ابوي ما عندك مشكله. شو اسم ابوك؟ انا اسال. ابوي محمد. اه نعم. والنعم نعم. ابو محمد. شو اسمه؟ لا ولد اسمه حريميس. اسمع يا ابو محمد والله اطلق عليك الصقر حقي تشوفه. اخليه والله ياكلك. تعلق بصلعتك الحين. انت صقار، انت صقار حمام. تزحلق وشو؟ هذا هو. خليه تزحلق بصلعتك. يعني اللي يكون عند اللي يكون رايس قول ايش سموه؟ ترى به يمكن تدخل الجنه علشان هذه ترى. اللي يكون رايس قول ايش سموه؟ يمكن تدخل الجنه علشان اسمع هذي. اللي يكون رايس قول ايش سموه؟ صقار. رايح حمام. الله لك ستري. على شجر راعي عد عد الله جبتها. راعي الصقر صقار وراعي الحمام. ايوه. طيب بقول لك حاجه والله انتبه. طيب هذه حلوه. طيب بقول لك زي بقول لك زي انت دقيقه حمام. بقول لك زي دقيقه بقول لك زي. طيب انت حمام. يقول لك في وحده، في وحده وهي في وحده صغيره اصبر خلي يقول انت خربطت. اصبر لا خلاص والله بقول كلمه حار. والله كلمه واحده. في وحده يوم هي صغيره اسمها بتول، يوم كبرت وش صارت؟ بالعرض. بالطول وبالعرض كذا عرفت؟ لا والله حلو حمام. خلاص والله لا اعطيك. والله احلى والله احلى. في واحد يوم هو صغير اسمه سعود، يوم كبر صار اسمه نزول. صعود نزول يعني عرفت؟ سعود نزول. طول الارض. طيب في انت حاب تكمل معنا ولا حاب تطلع بكره الغداء ولا ترجع؟ الله شوف انا عند مدرسه حياتك الصبح اتعلم بالمدرسه واتعلم واجيكم. لا انا الحين نظامي اتعلم واجيكم. بتول بالعرض هذه من برا. طيب. هذه من بندر جايبه. بتول العرض دي. في وحده ما فكرت كنت يوم صغيره اسمها ملاك، يوم كبرت صارت للايجار. لا لا مو حلو. ملك يعني. لا دور غير يعني.
في واحدة وهي صغيرة اسمها حصة، يوم كبرت صارت محاضرة. والله هذا والله انا اوريك والله حلوه. يا انا طلعت نكته ولا ما اعرفك نكته بس مو مخففه زي بعض الناس. والله عاد هذا شيء رجع لك انت تضرب نفسك طال عمرك زي بعض الناس. اقول عندي عندي تروح تجيب لي مويه بارده وترجع قصدي عندي عندي مشروع حلو. ايش رايك احط صابون على صلعتك وخلي الحمامه تزحلق؟ انت ما حضرت؟ يصير ملعب صابون. ما حضرت يوم الصابون يوم فواز ذيك اليوم جاب بخاخ صابون. طبعا تكلم كل الهموم علي كل الشباب بعد رسمين. انا معي بخاخين اثنين ما يرشن. شلت الجداد بس ايش؟ معلق هذه ما ترش طلع بس صوت. يا انه صلعتي هذه صارت صابون. لا الحين ليه تكذب؟ شلون صلعتك وانت اول لك شعر؟ امس امس تكذب. انا معك ما في شيء. امس الاول امس الاول دخلتي ما في شيء. امس الاول الصبح الصبح حياتك ما تقعد. انا احشرك يا مسلم وريك. طيب ابى ادور لك نكته. يلا دور نكته. يا الله يقول لك من الماء كل شيء حي. يقول لك في واحد ايه في مدير شركه جاء واحد قال بالله بيك تخلص لي المعامله تكفى. قال هو اصلع طبعا قال على راسي قال والله خاف اتزحلق. ترى هذا افزع الابن شمطة. يلا حيا يا مرحبا معاكم ابو فزاع طال عمركم. يا مرحبا حياكم الله. هذا الصقر حقي طال عمركم. الحين الصقار اللي عنده صقر وش ينقال له؟ صقر. واللي عنده حمامه وش ينقال له؟ لقطته. والله ما لقطتك فيها اصبر. تعال تعال اي هذا هذا صقار معروف هذا. تفضل. سواء بعضكم انكم لعبتوا انت والشيبان يا عبد المجيد. اي والله لعبنا. شوف حط الحمام خلها مكانها. حط الحمام خلها مكانها ولا تفجعها. الله يرحمك. يكفي انها مفجوعه بوجهك. اقعد. ايه مسكت معه نظافه هذا يعني. يا اخي ما اعرف اقعد المكان ما هو مرتب. ليش؟ يمبو. يلا حيا قلبي. يلا حيهم والله زارتنا. الحمام المفروض تحلقين مو برمات جالسه. ما في حلاقه الحين. بموس ولا بمكينه؟ الله الله. تحلقين بموس ولا بمكينه؟ هذه انك اللي تطرب الراس. ما في حلاق فاتح الحين. مو هذا يقول لي واحده يوم هي صغيره اسمها حصه يوم كبرت محاضره. شوف نكته. لا لا غلطنا بالجايه هذه فرض الله. خلاص يا شباب ترى تونا صاحيين من النوم. اقول له انا مالك نمت معاذ؟ ها؟ نمت. نمت لي يمكن نص ساعه. نمت الذيب. ريح راسكم. يلا حي وليد. والله واضح الشمس اجهرتك. ها صلعت اجهرتك عشان كذا لابس نظاره شمسيه. لا والله عيونك تفقعت من النوم. والله لا يفش احد. عاد عيونك جمال رباني. عاد عيونك جمال رباني. طبعا ايه شيلوه. شيلوه يا رجل قسم بالله بلسنا. الله يجزاك خير عبد الله الجيبان. اول مره ينفع. الرجال ما شاء الله ما نام ومنطلق. منو ما نام؟ مجيد. مجيد. علوم الربع. طيبين. والله يسرك الحال. يعني يسر يسر الحال. يا اخي تجيك حاله اذا قعدت من النوم يصير في شيء ماسك على لسانك كذا. أيوه. سالفه. ايوه صح. يعني شيله يعني عرفت؟ صح. اليوم قمت وهي على لساني بس اردده. اي والله. ايش انا تعرف ايش اللي ما تنقل. العب ودبك ادبك. تعرف ايش اللي مسكت على لساني قبل فتره؟ الو بابا فين؟ اسكت يا شيخ. اي والله العظيم ما ادري كيف مسكت على لساني. على الطاري اللي جاء شو اسمه اللي البارح ببروفايلك تقول الدبكه؟ حايلي. بالله من حايل؟ حايل. والله؟ عبيد الشمري. والله؟ انا هم جايين هنا قابلت. زين ما سمعت الباب خرايطه. لا مو انا القنا مو انا. قابلته هنا رايح سلمت عليه بس الرجال عشان شو اسمه الشيله انعرضت على القناه بدون حقوق. ايه وهي بحقوق الشيله. كان رجال ابد بس حايل لا يتفهمها يا شيخ. آه. ما عنده مشكله. طبعا اخوي عبد المجيد. عبد المجيد طلع عند اخوي منشدين وحركات. من اخوي عبد المجيد؟ طبعا طبعا انا بكره معزوم على غداء الظهر ومفطح. مفطح انا مفطح ما في تقييم. يا ابو علي تعال عطني 100% 98. وين وين؟ وانا الرجال عزم معاذ معي لانه معاذ نجم ما هو متسابق نجم. فانا عزمك يا معاذ على مفطح بكره الظهر. وين هنا؟
تركزايس نجم 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 الغيس ما تعرفوا هذا مدير بلدي مدير بلدية أول عندنا ما شاء الله. طيب. فأقول لك طال عمرك معزوم أنت، هذا ترى العدال هذا ينقهرون مننا الساعة 11 نص تكون، فأنا عازمك على مفطح بكرة بعد صلاة الظهر حياك الله هنا، ما تروح بعيد هنا. أنت قعدت مع أبو فزاع اليوم؟ أيوه. أبو حصة موجود؟ أي أيوة والله موجود. ياسر وين؟ قلت والله هذا ماخذ النوم خربان، قلنا متسابق مشهور. قلت أي أبو هذيل قلت أي كلهم تعال منهم. مش اسمه؟ هو ترى زيد أبو هذيل هو أبو ألي ما أبو شكله ألي ما أبو حصة متين أي أي يلبس نظارات أي 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 هو موجود. شوف اليوم أي زي هنا بس اليوم حطوا هذاك شو اسمه أبو ثنيان تعرفه اللي هنا حطوه هناك كل واحد يمسطه سواء كل واحد يعطي سواء دائرة اعتراف يعني حطوه أسئلة اليوم بس والله حماس اليوم والله وناس والله ودي أقوم بس إذا قمت طبعا وليد أول يوم ودي أقوم والله استانست والله العظيم ما توقعت إنه كذا فقلت بقعد ونيس الجلسة بس إذا قمت مثلا تقول بقعد ربع ساعة وأقوم ما تقدر تقعد ربع ساعة غصبا انك يسرقك الوقت اللي ما تذكره. هذا اللي انا كنت اقول زي كذا، انا قلت ما عاد مشى قلت نص ساعه وبجي. روحت. انت ما يهمك انا اخاف اذا قمت اسحب على كل يوم. احنا غير ما يحتاج. ما حضرت؟ انت عليكم نقاط، والله عليكم نقاط، والله احنا نخاف عليكم، اصلا انت لو تجي انا اقول لك اطلع برا راح نم. وراك انت بث من الساعه 2 هذا محسوب عليك. قصدك وليد ما يقعدون معهم يعني؟ لا ما يجلس عندنا هو عنده نقاط. مو زينا احنا نجي هنا ما عندنا لا نقاط ولا شيء تتسلف النقاط صح منكم فايده بالحياه تلعب بس على تروحون تجي يكفي ان معاذ موجود هذا اكبر فايده بالمنتج ما محسن صورتكم يا العائدين الا معاذ اكيد اكيد هذا اكبر فخر اكبر فخر لنا معاذ ترى نص كل واحد يروح يقول له محسن صورتي الا انت بس وليد هذا حدك تلقى واحد قلت له كلمه هذه الا خلاص محتاج مصلحه ورا معاذ متاكد وش متاكد انا وليد قال الكلمه هذه من قلبه والله نعم ما عنده يمكن قال لك اياها يا جاملك محتاج خدمه محتاج خدمه من كويت ترى معاد عنده احساس هي زلت احساسه هذه اخرتها ويلي انا والله القهوه خلصت عندنا والله والله ودنا عاد نصب لك بس ما في قهوه ما في شاي ما في شيء والله الحين ادق عليه تجي الحين مالك ان شاء الله هذا خلينا نشوف جد تبي قهوه زد رصيدك موجودين الحين يجيبوا لك شوف بس شوي تلقى زد رصيدك كله من قهوه وشاي ما بيزد رصيدك كله ما بي ترمس قهوه رصيدك خمسه ولا سته؟ الحين قهوه كلها واحد مالك الحين بالله يا الو من جديد شو اخبارك؟ وديب وديب قهوه زد رصيدك تكفى بالله شيخ خان طلعت مكه خل طلعت مكه يا ولد اليوم ما فيك شيء غريب صراحه اول مره اشوف من دخلنا برنامج في النهار يعني ها لا خلف النهار هذه هذه من هذه صراحه من صدر استغراب اني مستغرب مره لا ايش 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 ما انك مستغرب في شيء لا قميص يا ولد وش هذا وين طلع ايش رايك جديد ما شاء الله وين ما هو بدرجي هذا لا والله ما ينسرك لا هو ملابسه عشان لا عنده قفل يحطه عندي عشان كذا استغربت مو موجود اما انكبت في الحين الثوب لك ولا له؟ يخاف يجي الوليد حقه عشان دلحه بالعزم بس انا مستغرب هو يحط ملابسه عندي ما شفته ولا كان ملطي مسروق لا في الشنطه يا شوف الدنيا ما عاد اول حنا نسرق منه الحين هو يسرق منه شوف عندي الملابس الكشخه ما حطها بدون خرب وليد حطها في الشنطه عرفت؟ لكن السراويل الداخليه والفلان هذه اقول لكم سالفه استاكل يوم مستعجل يوم هي الحياه يوم اتاخر ابي ما ادري والله متى بار متروش جاي مستعجل وفي تعرف الملابس جتك من المغسله مصفطه كذا بعد ما محطه يعني كذا واجي والقط فنيله والبسه يا ولد ضيقه يا بالله انا اسمنت وش السالفه يا ولد واسحب فنيله والقى شيء تحته اللي عرفت قلت يا ولد يا ليل المغسل هذا اللي قاعد يخلط الملابس هذا ما هو لي وانا ماشي ولد فيني ضيقه ايش السالفه في غلط الموضوع شوي لما عاد جاي قال وليد بالله ترى المفتاح وين بروح بفتح الكبت بلبس ملابسي ايش ترجع لي تلفنيلته طار رجال يتقوس من ملابسك والله العظيم انا غلطت اني ما قلت له ان حطيت ملابسي عندك بالدولاب انت حاطها له هو ما يعرف يعني؟ لا كان في مكه
اها والله يوم طلعت مكه بشوف البث راعي للعيال كثر فيني طالع لهم كبكي نولي شماغي كيف والله العظيم يا ولد تلقى حاجات على البث تمشي تريد يتحرك الاثر الاثر باقي طافك صباح حياتك اليوم يسولفون على الادخار وما الادخار عرفت انه شلون تجمع زي كذا وانا جالس عندهم وسولف انا اقول يا اخي طيب اللي ما عنده بيت واللي ما عنده سياره شلون يعني بيغيب لنفسه وراتبه على قده زي كذا ويتفت يمي واحد كذا قال الحين انت تسولف انا بسولف عنك انت تقدر تسولف قلت لا والله ما اقدر انا عندي ضغوطات من قال طيب ثوبك قال لي كذا ثوبك ماركه زين هذا ماركه يعني شاريه بفلوس غاليه لو انك شاري ثوب عادي كان تو شيء بقول لك شيء عشان تفهم هذا هو شيء حق سرور الروقي الله يقلعك هذا اول شيء هو بالله حق سرور اي لا سرور معطاه هذا مو ادخار هذا خط الفقر عرفت ايه قلت له هذا من السرور والقلم هديه والساعه تدري انت قال له الساعه مار قلت والله انها هوجو اي عطانا هوجو وهذا عطانا هديه يبيها قال يا رجال انت ترقع هديه ما قلت والله العظيم اني صاد هذا السرور مو العالم كله يا مالس انا راح التسليح كلي امس عندهم كليت انا مسوي الدخار وانا صار الدخار عندي نتفت انا يلا عبد المجيد تسولف عن الدخان استلمك الضيف هذا اللي يستلمه كذا يقول لقيت مدخل عليه اي والله شاف العلامه قسم بالله لو انا موجود كان قلت له ها شوف سيارته برا ايش لا هو اوريك هو تهول يوم قلت حق سرور حسب انا اقصد اني ماخذ ثوب وانا حق سرور قال طيب الساعه قلت والله الساعه كل شيء طلع مولي كل شيء قلت والله من نجم نجم ما اخذت جاي تسرق قلت له نظاره اسماعيل برضه ها قلت له نظاره اسماعيل اي والله صح طلعت نظارته بس نظارته حتى ماركه ما في ممسوح شوف ما انا مسحت عشان لا نحط موقف محرج نفس الموقف اللي حطيت فيه انت انا حاسب حسابك امسك اتصالاتك ما اخذ شيء ولا حاله خذ انا حاسب حساب خذها طيب خلاص طيب طافك ابو حصه اليوم فاصه والله انت هو شو انت هوله كل شيء هوله هولت من الهوله هولت عطاه من اول والاخر هو قال طيب وين السؤال؟ قال سؤال الحين يرقع بسؤال هو اللي يقول له ايه انت هوله اسلوبك هوله صوتك هوله يوه كل هوله كلمه هوله ايش هوله؟ ايش يعني هوله؟ يعني جن لا 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 يعني هو يهبل يعني يعني رهيب مره ايه يعني يعني يهبل يعني اقول له يجنن يقول يعني رهيب مره لا انت تقول يعني انه لا لا مجنون جنن يعني وليد ناقصك نوم ها؟ ناقصك نوم أنا قاعد أقول عبد المجيد ما يعرف المصطلحات السمرية أقسم بالله لو أطلع من البرنامج استغفر الله يعني استغفر الله بنام بعدين أقوم من النوم أنام شوي أريح لأني تعبان من النوم هذيك بعدين أنام ثاني مرة معاذ أول ما طلعت من البرنامج كيف النوم؟ خطط للنوم والله ما أذكر كم ساعة بس طولت خاصة أول يومين هذه يا أخي هذا قال لي معلومة ما أدري أنتم يعني تسوون نفس الشيء ولا يقول هو ما طلعت ما رحت مثلا اماكن وكذا يعني قعدت كم يوم جالس مريح بالبيت كذا انا يوم طلعت اليومين هذه ما عرفت اسوي شيء والله العظيم اني ناسي كل شيء يعني اول ما طلعت من المنتجع اذن الفجر وكذا تعرف اللي من شهرين اعرف ايش اسوي بعد صلاه الفجر اعرف ايش اسوي الظهر المغرب يوم طلعت هناك الجدول غريب غريب صح. غريب صح يعني اتوقع انا لو اني مثلا طلعت ورحت البيت بسوي نفس الحركه صح لازم ما اروح بقعد لي كم سوي اعطوني تجربكم يوم طلعتوا وسويت انت يمكن طلعت عندك جدول مشغول ايه وجدول واضح ايه بس لما تطلع فاضي فجأة انت يوميا حركه بعد الظهر بعد الفجر بعد العصر بعد المغرب 24 ساعه وانت عندك جدول والله صعبه ما تطلع خاصه لما يكون ما عندك شغل نفس حال هذا انت برضه انت عندك جامعه تبغوني اعطيكم اما انت رجع عندك شغل هاي يمكن يخفف شوي وش سويت يعني يا عمرو؟ اول ما طلعت ايه حاولت تدخل فريق دام محمد اللاحم عشان اخذ ايفون ها؟ دخلت يقول دخلت من فريق الدام محمد اللاحم مسوي ايفونات فريق الدام اللي دخلت والله يا طافكم جدولك اليوم اقصد الجدول اليومي يوم طلعت والله ما عندي شيء والله يا طافكم مشهد انا بقول جوعاني؟ ها؟ جوعاني؟ والله انا تو داق عنده نسرقه شوف هذه كذب انه يمشي والله عنده حاجات شي بارد بعدين ما الحر لا 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 عصاير ظاهر ما هو عصاير والله تجيب منير فاتح يا معاذ فاتح والله عنده عصير يا وليد لو وليد والله تجيب عصير معاذ فاتح فاتح والله عنده عصير برتقال بارد
والله معاد العز لرجال الامارات محجوز دقيق كنا الفخر العيال زايد عوايد عوايد روح المنير روح المنير ويجيب عصير والله عصير بارد جيب اذا في اكل اي شيء لا لا اقسم بالله اضحك على محمود ربي عاقبا اي جيب شيء لا 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 ما ادري بكيف عصير برتقال انا بلا شيء خفيف جيب المربى كذا معاد إيه؟ لا تحسب حسابي وليد ابغى اقول لك سالفه هذا اول ما طلع ابراهيم يوم طلع انا طلعت 24 ساعه بروح لاهلي 48 ساعه طلعت هذا ورحنا المطار عرفت وش هذا وضعيته المشهور عرفت هل اقول لك شلون هذا دخلنا المطار دق الكوبرا تعرف تنسيبته هو الكوبرا يمشي كذا لا شو الموقف الحين اللي قدامك اللي يا ولد حتى طاح وجهي قدام خوي دخلنا الطياره خوي مضيف بالطياره طبعا ما ادري انا انه هو هذه بالطياره ده. اول ما دخلت كذا اعطاني تعرف اللي صوته اللي من حائل تعرف مو صوته عالي هلا ابو بندر كذا انا سمعت صوت وين عبد المجيد كذا ايه قال لي عبد المجيد هلا عبد المجيد كذا اعطاني وانا قلت له هو هلا مرحبا وانا اسلم عليه شاك هذا واقف واقف ورا مو يسلم عليه اصبر هذا شلونك طيب شو اخبارك يقول لي علومك طيب دخل هذا عاد حسب انه يعرفني يعني اني انا مشهور يعرف البرنامج وكذا يعرف اسمه ايه دخل هذا وش قلت له انت؟ دخل هلا ما ادري شلون هلا ما عرفتني انا عبد انا اسماعيل اللي بدا يا اسماعيل وش الغرور الرجال كان الصبح شو قلت له حرج عليه ورايق بالمره عرفتي بحرب الرجال قال يا ولد خليه يقول لي اي والله ما عليه من شيء يقوم يسلك ويسلم عليه ويجيني ورا اطلبهم ورا يوم طارت الطياره قال من هو هذا يقول لي كذا من هو يحسبك تقول ما اعرفه والله مو من المعجبين قلت والله انا ببرنامج ما ادري وش طلع ما اعرف قلت هذا معي ما ادري شلون علمت السالفه كل قال لي يا ولد انا قدام العالم يقول لي زي كذا والله ما ادري وش يقول وانا اجي لهذا واقول له قلت يا ولد شفت انك فشلت انا مش قال والله لا اروح له والله ما ادري قلت اقول اجلس بغى تصير مصيبه يبي اعلمه تراني معروف غصب لا لا عبد المجيد ذيك اليوم قصيت تحت الضغط اي كلمه يتكلم اقول له هذا خويك لا كل ما اقول له كل ما اقول له المطار انا طلعت يعني هي حال يجيك واحد يمشي انت بين خيارين يا انه فعلا عرفك من التلفزيون ولا انه بيطيح وجهك زي كذا نفس الحالات هذه مرت علي يجي واحد كذا يا ولد او يطالع او ما ادري ايش تسوي يا ولد هذا اقول له خويي اقول له مو مصدق حسب واحد طيب عشان خويك انا جاي سلم عليه ودق معي طيب ما عرفتني ليش تقول ما عرفت عاد سلك له قال يعني تعرف انا ما قلت له ما عرفتني والله قال ما عرفتني دوس وين الصار هو مرحبا كيف حالك خوي عبد المجيد شوف في طريقه حلوه مثلا قال السلام عليكم معك اسماعيل النصار كذا اي ليته كذا بس اما ما عرفتني لا ما قلت ما عرفت والله العظيم قال ما عرفتني انا اسمي نصار شوف تعرف الكلمه لا باي سولف يعني ما تعرف معنى ما تعرف وش يقول الرجال اذا تبلعم قدامك اعطيتني صرف الونيون قال انت بالجاب انت خويك لا تشوف الله الكوبرا اللي بالمطار ما اعرف هذيك بغى يطير كوبرا راسين وسيده لا والجوال يصور سنابات لا ما صورت سنابات في المطار لا والله ولا سناب يا صاحبي ما كان عندك انا محمد سود اول ما نزلنا بجده الجوال كان زي وجهك جانا واحد بالطياره اوكي يسلم وكذا قناه بدايه وكذا الله يعطيها العافيه نزلنا ركب باص وراح احنا رحنا باص يوم نزلنا المطار دخلنا نفس المطار جانا يسلم علينا ويصور وكذا يوم تعدينا منه الا جونا اثنين يا ولد انا قلت جمهور جده يا ولد ما شاء الله والله يا جده ما شاء الله طالع فيها جمهور كبير صحيح كذا فيها جمهور كبير بس هذا الموقف لا غلط يوم جو اثنين كذا قال السلام عليكم انا يا هلا ومرحبا ترى اللي تعبان رساله ايجابيه بس قلت والله لهم حق يعني مبسوطين انهم شافونا وكذا ما ادري قال حياكم الله وصلتوا الجميع تم ضيف انا حسبه من ال طلع هو اللي ينسق لنا ياخذنا بالسياره يودينا هو راعي اللكسس يا طلع هو راعي لا بغيت اقول اسم الماركه طلع هو راعي ترى السياره ما تضيف تسوي شركه والله ما راح اخذ منكم فتاوى لا تنكبوني لا والله عادي المشكله مو يقول لكسس لاند كروزر ترى هذا شيء وليد ماخذ وضعيته المشهور قال لا اسمع يوم عاد اللي عادي مش الموقف اللي قهره يوم احنا راجعين اخر يوم صرنا نمون عليه قال انت وجهك
مسوي اول يوم يوم اني جاي كني انك مشهور. يقول زي نفسك مشهور جاي بقولك يلا تفضل معنا بالسياره. تقول يقول انت وجهك تحسب اني بصور معك. يا قشطره يا ولد. والله الله يبيض وجيههم يجزاهم خير. لكن والله مجيد انا طلعت مهرجان بلحفر ويسلمون عليك والله يا ولد المهرجان. يعني ادعن عندهم يا ولد. ها؟ ادعن والله والله الله يجيبه. يقولون سلمنا على وليد و ادعن مو مهرجان ادعن للحفر اعزمون ابيجي هناك يا اخي. لا ما تعزم بيتي ولا مهرجان؟ بيتي بيتك بس مهرجان لا لا اعزم. مو ادري انه بيتي بس لازم وليد سير. هو سير الا تجي وتنام سير عندي. سير يعني تروح شوي وتمشي؟ لا انا بيك تنام عندي في الله. ايه رقد يعني. وش عندك مميزات يعني بدل ما اروح اخذ فندق؟ كل شيء. لا يعني مثلا الحين جالس تقابل الناطج زي كذا عرفت تقول ابي كذا اجيب لك على طول. ابي 18 كفو والله بيض. بس تعال خلينا نشوف وجهك عندنا. بس والله اني داري ما هي غريبه. بطلعك مهرجان شوي يشوفونك العالم. وليد بجد والله شوفتك يا ابو بندر. شوفت الوالد دام شوفته اجي والله بدون مهرجان طلع. اي والله والله لازم اجيك. يا مجيد والله اني صادق والله يا بعد راسي والله الا تجي باذن الله. الا تجي المول هذاك ما رحت له. من هو؟ المول في مهرجانات. لو جاءني يا اخوان اترك المواضيع هذه رجاء. ترى مول انت ما قاعد تسوق. انت مول ترى كبير. يقصد تمون. يقصد تمون على وليد عشان كذا تبي تعزم وليد. مور او يقصد كذا مور مير. تصريف مور مير مار مار مير مور. قلت تقول انت لكن الشله. لكن تذكر يوم قبل ندخل برنامج اللي قالوا في عروضات 50-80% مدري 70%. ما شفته. اللي ما شفت ملابسك كلها خصومات اللي ما اخذ انت عرفت. تحداك. خليني اقول لك اللي قالوا ما في خلاص باقي ايام وينتي. ترى للحين موجود. للحين موجود. شلون الحين؟ للحين خصومات موجوده. اللي قالوا ايام وتخلص الخصومات. على الطاري ليه ما عندنا هنا راعي ملابس؟ اي والله اي والله صح. ليه ما في راعي ملابس؟ المفروض يجيبون راعي حصري. اذا ما جاب راعي حصري الراعي عنده صوت. انا بضطر ابيع ملابسي وادعم. اي والله راعي ملابس ولا خياط. اعطاني ملابس شتاء لانه احنا ابعدنا عن الشتاء ومحشورين هنا. الحين عندنا الصيف ناخذ الملابس الصيفيه. لا المفروض يجيب راعي مكيفات. مكيفات. سؤال شاطح. نعم تقول البيت وما البيت. اخبار خالد. خالد إيه. موجود بس شو مش جديد. والله ابشرك طيب وخير. ما لو متواصل مع تركي. ايه علمك تركي وين مسافر؟ برا تركينا. ايه برا والله. والله برا قال لي منطقه بس ما عمري سافرت عشان كذا ما اعرف. بس انه برا برا اوروبا يعني. حرف النون. ها حرف النون شو اسمه؟ نون نبرس. ترى مو اعلان. نبرس. لا والله ما اعرف. نبرس ما ادري. قبرص. قبرص لا شركه نبرس. عرفت ما اقدر اقول اسامي الشركه. لخدمات البترول. البترول الحين البترول تدري هو من كذا من كذا ما يعلن. احس اني بيدخل ابو كاتم بيقول ايش عندك مسوي نظام تمون انت يعني. مين 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 ابو كاتم؟ ابو كاتم قسم بالله ابو كاتم ما يجي وانا حي. لا ولا تعلمتكم. خلنا بعد ابو كاتم الربع خله هو طيب وانتم طيبين. اسمع يا مهايطي ابو كاتم جاك بالعزل مو تجي وانا حي. ايش؟ اسمع تقول هاي طالما اخي. وش شعورك اسماعيل هذاك اليوم؟ شو هذيك اليوم؟ يعني هل كنت متوقع ولا حاس ولا لا شو؟ لا انا كنت متوقع انه القرار يكون اجرى. والله جاك قسم بالله عصير بارد ثلج من هناك. اشتراك بارد. اجرى؟ قال اجرى انه يتكنسل البرايم. يعني جريء بس ما يعرف يعبر. معلش وهذيك اليوم يعني بالعكس قرار الخروج اجرى من كنسلة البرايم. لما كنت عند هذيك اليوم يعني بعد جرأة انك يعني بعد الهادي بعد موقف ابو كاتم كنت الخروج قالوا صعب يتكنسل اي برايم لانه عندنا سياسه واضحه ما اعرف ايش. فجأة البرايم الاخير يتكنسل عادي. لا غير البرايم الاخير غير. لا ترى الخروج اصعب. ايوه ما علي الحمد لله انا طلعت برا وانبسطت يعني. البرايم الاخير غير. والله الحمد لله كل كافي حال. انك تعرفت علينا بالبرنامج. كان في تزويد بس مشكلة انت قلت انت قلت علينا فما اقدر اقول عليه. ما قلت علي علينا يعني اشمل. انت ما انت معنا. هو تعرف علينا احنا مو خلاص عليكم انتم يلا حب
يا ولد, ولد ساعة أنا لو يجيني ولد بسميه معاذ عبد الرحمن وليد الشمري كذا. أنا لو يجيني ولد بسميه عبد الرحمن شمال تبوه أنت ما. يا مال القلة العدو جايب لي صح أنا كبره يا بعد رأس هذا يطلع لي يا جاي يعطيك العافية بك الخير والبركة طال عمرك دام عصيري والله القصة شوفتك يا معاذ نفكر بعصير ثاني ما بنجوع لكن مقصد شوفتي يا يا زينك بالنهار يا ولد غير معاذ العصير حار لكن بيض الله وجهك بالطريق اكيد والله تبرى الشمس ما هي صاحيه الله طعم رمضان ترى بالطريق والله انا عارف ترى